الذهبية الأولى للجزائر في الأولمبياد تحت تصفيقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلبية لمحبي جمعية رابيانز، اليوم رانا فرحانين بزاف بالإنجاز الكبير اللي حققته البطلة تاعنا كيليان أمور في صنف الجمباز وإهدائها للميدالية الذهبية والتشريف بها للجزائر. تشكيك حر عليها بحضور نخبة من اللاعبين المعروفين على المستوى الوطني ونجوم كرة القدم الجزائرية على راسها النجم الأخضر باللون فودي المغاربة يعني لمونداليس، وبحضور الفنان تاعنا هوني بشنات ومجموعة من اللاعبين المعروفين وشباب راديوز. جمعية راديوز اليوم وقدومك إلى الجزائر وبعد تشريفك إن شاء الله من طرف الدولة الجزائرية ورئيس الجمهورية السيد الأخضر باللومي وفضل المغارية وكذلك الفنان هوري بشنات، راهم موجدين هذا وسام الاستحقاق باش نترموك به إن شاء الله. راه باللومي الأخضر يحييك، الأخضر شتكون على كيليان أمور. إن شاء الله ما تكونش هذه أخيرا، إن شاء الله عندها إمكانية تطور إن شاء الله. راهم موجدين لك هذه الهدية الثامنة اللي عبارة عن ثقب من الذهب إن شاء الله ليك مهداة من طرف نجوم جمعية راديوز، ونقول لك إن شاء الله تستحق إلى التكريم كما كرم من قبل توفيق مخلوفي، الفقيد مصطفى موسى، نور الدين المرسلي، بني دمراح، حاسبة بن مرقاص، سوريا حداد، وبني خلف، والقائمة طويلة كما راكم تشوفوا هنا، رياض محرز، نجوم كرة القدم الجزائرية، اللاعبين هنا زين الدين زيدان. زين الدين زيدان مع كذلك الجوهرة بولي، نقدر يحب بولي بزاف، ونقول لك إن شاء الله استقبال كبير ستحضينا به في مدينة وهران من طرف جمهور وهران. بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا 48 ولاية كاع راهي فرحانة بهذيك اللي جابت لنا الميدالية أول اللي جابت لنا ميدالية الجزائر، والجزائر كاملة فرحانة وإن شاء الله نقرعوا لها النهار اللي تجي الجزائر تجي لورانا هنا باش نزيدوا نكرموها إن شاء الله. بطلة من صغرها تبان بلي بطلة، كيما كان الأخضر من صغرها كاع أيامات الكافي وكذا، هذه ثاني وشرفتنا والحمد لله اللي رفعت رأس الجزائر، رفعت رأس الجزائريين ورفعت الراية الجزائرية، وفرحتنا بزاف كيما الجزائر ما نسوش باللي مليون ونص مليون شهيد ماتوا على هذه البلاد، وهذه الفي بارتي دو الناس هادو، تسمى نتمنوا لها ان شاء الله النجاح، ونتمنوا لها منا في المستقبل ان شاء الله تزيد تفرحنا اكثر. اذا جمعيه راديوز منذ سنه 1998 وهي تعترف بمن كل من قدمه يعني من انجازات وتاريخ في الرياضه الجزائريه او في كل مستويات كما اليوم جماعه البكالوريا، ان شاء الله تفرحونا 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 ونفرحوا بكم ان شاء الله. شكرا نمور على واش قدمتي للرياضه الجزائريه وفرحتي الميداليه انجازات اخرى، وتحيه للعائله نحيوها نحيوها. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.